من الرياض فواز العلمي، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري في التجارة الدولية. أهلا بك أستاذ فواز. نتحدث عن ارتفاع الأسعار، ولكن أيضا يأتي سؤال سلاسل التوريد ومخاوف سلاسل التوريد إلى الواجهة هنا. يعني ربما لن نصل إلى ما وصلنا إليه في 2020 عندما كانت جميع المسارات مغلقة، ولكن مسار قناة السويس، مسار البحر الأحمر هو مسار هام جدا. متى يمكن أن يصبح هناك تأثير لدرجة أن يؤثر أو يعني يبين بسلاسل التوريد؟ صباح الخير لكم في بلومبرج الشرق، واهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير. طبعا البحر الاحمر يمر عبره حوالي 13% من التجاره العالميه باستخدام 23 الف ناقله سنويا، وهو ما يمثل حوالي 30% من حركه الحاويات العالميه، ونحو 40% من التبادل التجاري بين اسيا واوروبا وحتى امريكا، حيث تعتمد الدول الاوروبيه على هذا الممر لنقل نحو 60% من احتياجاتها للطاقه، بينما تعتمد أمريكا على نقل حوالي 25% من احتياجاتها النفطية. بمعنى آخر، يتم عبر البحر الأحمر نقل حوالي 10% من النفط العالمي، أي نحو 9 ملايين برميل من النفط يوميا، و8% من الغاز المسال، إضافة إلى حوالي 50 مليون طن من المنتجات الزراعية. وهذا قد يعيدنا في المستقبل إذا استمرت الحالة على ما هي عليه أو زادت التحديات، أن يعيدنا إلى ارتفاع هوامش التضخم عالمياً. أستاذ فواز، يعني صحيح أنه مثل هذه التوترات يعني تترك تأثير على الأسعار وأسعار الشحن نتيجة هذا الاضطراب الحاصل، لكن في نفس الوقت يعني أنا أريد أن نقرأ معك هذا الجانب من زاوية أخرى. عادة مثل هذه الاضطرابات في المقابل تخلق فرص. إلى أي مدى يمكن أن نرى إحياء مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي تعتقد بأنها ستغير خارطة النقل والدعم اللوجستي في المنطقة؟ هنالك العديد من التوجهات حاليا. كما نعلم، في الهند تم التوقيع على اتفاق الممر البحري والجسر البري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. بمعنى آخر، أن هذه المنتجات لن تمر، وسلاسل الإمداد لن تمر عبر البحر الأحمر، وإنما ستمر عبر دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحر الأبيض المتوسط ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي. لكن في نفس الوقت، إذا نظرنا إلى أن الأحداث الجارية أوقفت 18 شركة شحناتها كليا عبر البحر الأحمر، وهذه الشركات تشكل حاليا مجتمعة نحو 53% من تجارة المواد، من تجارة الحاويات عالميا، وقد يدفع هذا الإيقاف شركات أخرى لاتخاذ الإجراءات نفسها. طبعا لابد أن ارتفاع التأمين كما ذكرتم 170% قد يرتفع أيضا إلى 300% خلال الأشهر القادمة نتيجة تطبيق شركات الشحن ما يسمى برسوم مخاطر الحرب، التي تتراوح بين 50 إلى 100 دولار لكل حاوية، وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء بنسبة لا تقل عن 54%. الشيء الثاني، ممكن الانتقال إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهو مكلف. ولكن هذا سيؤدي إلى تضاعف أسعار النقل البحري وإطالة مدته، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات. طب بالنسبة لما أشار إليه زميلي قبل قليل، وهو الخط من الهند إلى أوروبا، ما يحدث اليوم في الشرق الأوسط هل يمكن أن يسرع في هذا الخط أم يبطئه؟ لأنه حتى المنطقة اللي دائر فيها الصراع هي أيضا جزء من هذا الممر. إلى أي درجة ستتأثر هذه المشاريع، وهل هناك مشاريع أخرى أيضا لا تمر عبر منطقة الشرق الأوسط تحديدا؟ لا يوجد حاليا أفكار حديثة في هذا الموضوع غير الممر الذي تم الاتفاق عليه لنقل الحاويات من الهند إلى دبي، ومن ثم من دبي عبر الجسر البري في المملكة، والمملكة بدأت في إنشاء الجسر البري
حتى تصل إلى الشرق، إلى البحر الأبيض المتوسط. لا يوجد طريق آخر للنقل البحري غير هذه الطرق في الواقع. أستاذ فواز، أنا لفتني أيضا في إجابتك أنك ذكرت حددت يعني الأدوية والسلع الأخرى الغذاء، يعني حسب ما سمعت، هل يعني الارتفاع الكبير هل ينحصر تحت هاتين السلعتين أو هذه السلع، أم هناك سلع أخرى يخشى أو هي على الرادار، يعني إذا صح التعبير؟ صحيح، معظم المنتجات سلاسل الإمداد مثلا لم نتحدث عنها، سلاسل الإمداد التي من المفترض أن تذهب من الهند أو من دول مجلس التعاون الخليجي مثل البتروكيماويات وغيرها التي قد تصل إلى الاتحاد الأوروبي ستتأثر بشكل كبير جدا. طبعا كما ذكرت الأغذية والأدوية، حوالي 50 مليون طن من هذه المنتجات الزراعية تمر عبر البحر الأحمر، وهي تتأثر بشكل كبير جدا، وهذا قد يعيدنا إلى ارتفاع هوامش التضخم عالميا كما ذكرت سابقا. فواز العلمي رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري في التجارة الدولية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على مشاركتك.